من الواضح أن إسرائيل حتى الآن تبدو عالقة في قطاع غزة، فهي غير قادرة على تحقيق الأهداف الكبرى التي وضعتها، ولا وغير قادرة أيضا على تقديم إنجازات عسكرية ملموسة. نحن نشهد تقدما وتراجعا يعني في مناطق يفترض أن قادة الجيش الإسرائيلي ادعوا أنهم سيطروا عليها بالكامل، وخاصة في مناطق شمال مدينة قطاع غزة. هذه الليلة على سبيل المثال شهدنا إعادة قصف لمناطق في منطقة جباليا وبيت لاهيا وغيرها من المناطق التي كنا قد سمعنا يوم أمس أن الجيش الإسرائيلي سيطر عليها. على سبيل المثال كانت هناك بعض التصريحات لمصادر عسكرية إسرائيلية تقول أن الجيش انتقل للعمل في داخل مخيم جباليا، ليتضح بعد ذلك أن هناك معارك ومقاومة تتصدى ببسالة ولقوات الاحتلال التي تحاول النزول من الدبابات والآليات التي يعني موجودة المتوغلة في منطقة خان يونس التي تشهد أيضا معارك ضارية. يعني كان هناك أيضا ادعاء عسكري يوم أمس بأن قوات الجيش عمليا تخوض معارك في قلب مدينة خان يونس وأنها طوقت المدينة، ثم نسمع بعد ذلك تصريحات أخرى تثير مزيدا من الالتباس حول مدى دقة التصريحات العسكرية الإسرائيلية، تقول بأن هناك معارك ضارية لا تزال تدور في أرياف خان يونس، يعني شمال وشرق مدينة خان يونس، الإقرار، بني السيلة وغيرها من المناطق. إذن إسرائيل مع نهاية الشهر الثاني وبدء الشهر الثالث تبدو يعني عالقة في قطاع غزة، إلى الحد الذي يعني دفع بعض المحللين من ضمنهم على سبيل المثال نحوم برينياع الكاتب المعروف والذي لديه صلات واسعة مع المؤسسة العسكرية والمؤسسة الأمنية، كتب يوم أمس أن إسرائيل ليس لديها وقت طويل من أجل يعني أن تنهي هذه العملية العسكرية وأن تحقق إنجاز ما، وخاصة حسب اعتقاده بأن الوقت المتاح لإسرائيل ربما يكون بين 10 أيام إلى أسبوعين، وهو يقول بأن معركة خان يونس قد تكون هي نهاية العملية العسكرية، يعني إسرائيل لن تستطيع أن تقوم بعد ذلك بالانتقال إلى مناطق أخرى وخاصة منطقة رفح التي تدفع إسرائيل هل يمكن النازحين التعويل على للمقابل عامل الوقت والضغط على إسرائيل لناحية يعني عدم أعطائها الكثير من الوقت، خاصة في ظل التصريحات الإسرائيلية ومنها ما قاله نتنياهو يوم أمس بأن على حلفائنا الذين أيضا يعني يشاركون معنا في أهداف هذه الحرب أن يعطونا مزيد من الوقت؟ يعني نحن نستمع للكثير من الحديث والتقديرات بشأن الوقت الزمني، وخاصة الوقت الذي يمكن أن تتيحه الولايات المتحدة لإسرائيل لتنفيذ يعني عملياتها العسكرية ومحاولة تحقيق أكبر قدر من الأهداف ضمن جدول زمني محدود، يعني لا يتجاوز نهاية هذا العام أو ربما الأعياد، يعني قبل نهاية حتى هذا العام. لكن علينا أن نكون حذرين عندما نتحدث عن ذلك، فهذا قد لا يعني نهاية الحرب، قد يعني نهاية شكل الحرب الدائر حاليا، إذ أنه حتى لو تراجعت القوات الإسرائيلية فإنها قد تحاول البقاء والتمركز في شريط يعني تعتبره شريطا أمنيا يعني في شمال وشرق وجنوب قطاع غزة. وهنا نحن نتحدث عن يعني أيضا استمرار العمليات العسكرية بشكل أو بآخر، لأن البقاء قوات الاحتلال في هذا الشريط يبقي المقاومة أيضا جاهزة من أجل التصدي لهذه القوات، لأن بعض التقديرات تقول بأن هذا الشريط في الذي يمكن أن تبقي إسرائيل قواتها فيه قد يعني يصل إلى يعني مساحة بين 100 إلى 120 كيلومتر مربع، يعني أي ثلث مساحة قطاع غزة البالغة 365 كيلومتر يعني مربع، وهذه سوف تستخدم من أجل القيام بعمليات عسكرية، أي شن هجمات من هذه يعني من هذا الشريط باتجاه يعني مناطق مختلفة في قطاع غزة في الشمال والوسط والجنوب. بمعنى آخر أن الحرب قد تستمر ولكن شكلها قد يتغير، يعني شكلها الحالي من حيث القصف العنيف، المس بالمدنيين، ولكن الإسرائيليون يتحدثون عن معركة طويلة قد تستمر شهور، وهذا الأمر يعني مهم أن نأخذه تخفيف بالعين. حدة